ازيك مع صحابي؟ عاملين ايه؟ مع كوباية جديدة، مع قنوات القيم والأخلاق، مع أدهم أيمن. أنا النهاردة قررت أساعد ماما عشان هي تعبانة، فأنا قلت أخليكم تساعدوا مامتكم لو هي تعبانة. بعد ما هبدأ، طبعا جبت فرشة أسنان وجبت قماشة بيضة أهي عشان أوريكم الوصفة لما تطلع، وجبت البتاع ده. طبعا هرش على فرشة الأسنان. انا جات لي الفكره دي عشان ماما تعبانه في التسعيره الصبح. معلش، نقطه ثانيه. صح، الحتة دي كمان بصوا. أوحش حاجة الحتة اللي هي بتبقى داخلة في السرير دي، فأنا هاخد الكرتة طبعا هعمل الحتت دي تبقى داخلة جوة، محدش بيعرف يعملها. بصوا الحتت دي مليانة تراب. بصوا الحتت كلها تراب، ودلوقتي بقت خشب بين. الأول كانت كلها تراب. أنا عايزة أساعد ماما عشان هي كانت تعبانة وما كانش قادرة تعمل حاجة. بصوا أنا لمعت السرير، بصوا الحتت دي لمعتها أهي، الحتت دي كمان هلمعها أهي. بعد ما نعمل كل حاجة نرجعه السرير زي ما كان عشان انا بروق الدنيا مش بنحتشها. بصوا البتاع ده اتوسخ قد ايه.
نعم سحب بالقماشة. لو انت عاوزين برضو تزيديني من النظافة دي اكتبوا في التعليقات. وطبعا دي بقى كانت قصة حلقتنا النهاردة. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك عشان اكون مبسوط بيكم. ومع السلامة. مع السلامة.